Voy a untar la bandeja con manteca. Luego hago en ella la hoja de pastela. غادي ندهن الصينية ومن بعد ندير فيها الورق نتاع البستيل وغادي نعمرها. ديسبويس لا ريجينو كون الريجينو كي هيتشو سوفريتو هيستو دي بيمينتو اي سيبوجا. لويغو لا لي تشاو ان بوكيتو دي ان توماتي كونسنترادو تامبيان ان بوكيتو بيمينتا اي سيغون الغوستو لو كي كيرايس دي سبيسيي. المهم اللي بغيتو هذا في الحشوة نتاع الكفتة دي لا كارني بيكادا نتاع الكفته انتو تديروها اللي بغيتو نتوما. هذا الحشوه في العطور التوابل ولا انا درت فيها الفلفل ودرت فيها البصل كيف ما شفتو. ودابا غادي ندير هذه غادي ندير الورقه كل مره نديروها بالزبده والزيت كذا بي لا تيرموس كي اونطار لا هوخه كون مانتيكا يا سيتي. هاني درت لها هكذا le he hecho así, mira, una aquí y otra aquí, pero cada vez untarla con manteca y aceite, otra en allá, una y una, acá, o me voy a tener que hacer acá, después la arreglamos bien, bien, así, luego hago una de estas, porque yo esta bandeja no es mediana, no pequeña, pero mediana, y esta le voy a cortar en medio. Así y la hago aquí. Mira. Mira, así. Una aquí y otra aquí, de abajo. Luego, también una aquí y otra aquí, así. Y se arregla esto debajo, aquí, bien, bien. Y aquí voy a hacer otra. Ya le he cortado por medio. Entonces le he puesto aquí. Esta ahí, le he puesto aquí, así. Esta ahí. Y ya, ahora voy a hacer relleno ya. كيف شفتو كنت قطعت وحده ودرتها في هذا التحت ديالها هذا ومن بعد درت لها الحشوه نتاع الكفته اي انتونسي جا تينغو لا جا الريجينو كي لي بوتو انتونسي voy a hacer esta mitad aquí aquí encima encima la voy a encima. Luego voy a cerrar todo esto encima todo. من بعد غادي نسدها كلها. وكل مرة كنديروها الزبدة والزيت كذا به كون مانتيكا يا سيتي. Luego la cerramos por ejemplo así, aceite, manteca. Luego así la cerramos. Luego también, también aquí aceite y manteca. Luego la cerramos. La cerramos todo bien. Y ya después al horno. Si veis alguna masa que está aquí por fuera, como si igual que meter la sábana en la cama, así debajo y ya. Y ahora el horno la dejas 180 grados hasta que cuece bien, bien, para que cuece la soja de pastela. باش طيب باش ما خاص نخليوها 180. سي كري تشار ان سيما ان بوكيتو دي مانتيكا سي تامبيان ان بوكو دي مانتيكا ديروا عليها شويه زبده. انا كانت عندي الورقه وبغيت نكملها هذه هي جو تانيا كومو تانيا لا سوخاس دي باستيلا تو سي كريا تيرمينالا يا انتوسي لي تشو ايتو لي تشو كون كارني بيكادا. بغيت نكملها بهذا درت فيها هذا الكفته كنخليها لتحت تطيب ابي ديخا لا كالور اباخ بور لا كالور اباخو ان الورنو اباخو با كي كويس بيان لويغو لا سوبو باريبا ان الورنو با كي تي دوريديتا. المهم من بعد حتى نطلعها حتى تطيب نعرف طابت ونطلعها الفوق باش تكون فيها واحد هذا محمره شويه. سي بيس كي سويلتا اسيتي y entonces la cojáis y vaciáis un poco ese aceite, pero la tenéis que coger despacio para que no se rompe. Yo le vacío en el platito, pero había poco porque le hemos untado con la hoja con aceite y aceite y manteca. Y le he visto que tenía aceite, que tenía aceite, pero le he visto que tenía aceite.
وتفرغوا الزيت في شي بلاصه، في شي بلاطو ولا شي حاجه، باش هذيك الزيت الوغ باش ما تشربش ديك الزيت.